وبكده نكون عرفنا الفرق بين حساب بيبال الفردي او الشخصي او البيرسونال وحساب بيبال التجاري او البيزنس، وعرفنا مميزات وعيوب كل نوع من انواع حسابات بيبال، وكمان عرفنا ازاي نختار افضل نوع من حسابات بيبال او نختار اننا نفتح حساب في بيبال شخصي او حساب في بيبال من النوع التجاري او البيزنس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة اتعلم دوت نت ودرس جديد من دروس البنوك الإلكترونية وبالأخص بنك بيبال. النهاردة هنعرف وهنتعلم كل ما يخص أنواع حسابات بيبال اللي هي الحسابات الشخصية أو البيرسونال والحسابات التجارية، بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو كنت أول مرة تشرفنا على القناة أوعى تخرج قبل ما تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا، وفي انتظار أي تعليق وأي استفسار تحت الفيديو ونرد عليه إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. نرجع بقى لشرح الفيديو بتاع النهاردة وأنواع الحسابات في بيبال. والله كلنا عارفين ان الحسابات في بيبال ليها نوعين بس ما لهمش تالي. النوع الاول وهو الحساب الفردي او البيرسونال، النوع الثاني وهو الحساب التجاري او البيزنس. ايه الفرق ما بينهم وامتى اختار حساب فردي وامتى اختار حساب بيزنس؟ وده اللي هنعرفه في الفيديو ده، فتابعوا الفيديو للنهاية. وهنبدأ بالحساب التجاري او البيزنس. يعني ايه حساب تجاري وايه مميزات الحساب التجاري او البيزنس وامتى افتح حساب تجاري او بيزنس على بيبال؟ اول حاجة الحساب التجاري بيزنس هو مناسب اكتر للشركات. حد يسألني ويقول لي طب ليه هو مناسب للشركات؟ هقول لك لان بيبال بيدعم الحساب التجاري ده بعدة مميزات وعدة تسهيلات تسهل على الشركة إدارة المدفوعات المالية من استقبال وسحب الأموال على الحساب التجاري. حد يقول له والله الكلام صعب ببسطه أكتر، هبسطه لك في عدة نقاط كده لمميزات الحساب التجاري أو البيزنس في بيبال. وأول ميزة هي إتاحة إدارة حسابك في بيبال عن طريق أكتر من 200 شخص. يعني انت كشركة ليك الاولوية وليك الاختيار ان انت تدير حسابك عن طريق 200 شخص. لو حصل اي مشاكل في المدفوعات مع العملاء تمام، فاكتر من 200 شخص يقدروا يتراسلوا ويتواصلوا مع العملاء بخصوص المشاكل ديت لو في مشكلة في المدفوعات على حسابك. الميزة التانية وهي توفر الدعم بشكل مستمر طوال الاسبوع، وكمان توفر نوعين من الدعم، دعم فني عن طريق التليفون او رقم الهاتف، ودعم عن طريق البريد الالكتروني. وطبعا الميزة دي مش موجودة في الحساب الفردي. الميزة الثالثة وهي اتاحة خاصية الدفع السريع، يعني كله سريع سريع، تدفع دلوقتي الاموال بتوصل في ساعتها، تستلم دلوقتي فلوس توصل لك في حسابك، مش متأخر، لا بتوصل في اقل وقت ممكن. الميزة الرابعة اللي بعد كده وهي اتمام عملية الدفع بشكل غير محدود وبدون قيود، يعني تقدر تعمل اكتر من عملية وتقدر تستلم فلوس عادي بدون اي مشاكل، يعني تقدر تعمل 100-200 عملية مفيش اي مشكلة بدون فرض اي قيود على حسابك ولا اي حاجة. الميزة الخامسة اللي بعد كده وهي إخفاء البيانات الشخصية الخاصة بحسابك على بيبال، وديت برضو بتبقى مفيدة لناس، أو في ناس شايفاها مهمة وفي ناس تانية شايفاها مش مهمة. زي إيه؟ يعني أي حد هيبعت لك على حسابك في بيبال أنت تقدر تخفي إن هو يشوف بياناتك الشخصية زي اسمك اللي أنت مسجل بيه حسابك. وطبعا الميزة دي مش موجودة برضو في الحساب الفردي، أنت عارف إن أي حد بياخد الإيميل بتاعك يدفع على بيبال الخاص بيك بيعرف اسمك اللي موجود على الحساب. كده احنا عرفنا جميع مميزات الحساب البيزنس او الحساب التجاري في بيبال. تعالوا بقى نشوف السلبيات الخاصة بالحساب البيزنس او التجاري في بيبال. اول سلبية وهي فرض عمولة او ضرائب على كل عمليات الدفع، يعني لو هتستخدم حسابك في بيبال اللي انت هتدفع بيه بالتأكيد لازم هتدفع عمولة على عمليات الدفع دي. العيب التاني او السلبية التانية ان انت ما تقدرش تحول حسابك البيزنس او التجاري الى حساب فردي او بيرسونال مرة تانية، وطبعا على عكس اللي موجود في الحساب الفردي ان انت تقدر تحوله لحساب تجاري في اي وقت. العيب التالت او السلبية التالتة ان انت بتحتاج اثباتات لحساباتك البنكية واثباتات للشركة اللي انت منشاها او اثباتات لعملية المدفوعات ديت لما تيجي تنشئ حسابك في البداية.
كده احنا عرفنا كل مميزات وسلبيات الحساب في بيبان من النوع بيزنس او التجاري. تشوف والله بقى لو انت شايف فعلا المميزات دي تفيدك ومحتاجها في شغلك، فالافضل ليك ان انت تنشئ حساب في بيبان من نوع بيزنس او النوع التجاري. لكن لو مش محتاجها فتلجأ بقى للحساب الفردي اللي هو خاص بالافراد. وطبعا بفكركم لو اي حد عايز ينشئ حساب على بيبان خطوة بخطوة للمبتدئين، فتلاقي الشرح موجود هنا في حرف الاي، تقدر تفتح الشرح وتشوف الطريقة الصحيحة لإنشاء حساب على بيبال مفعل تفعيلا كاملا يقبل سحب واستلام الأموال. وهنروح بقى للحساب الفردي او البيرسونال من بيبال، وده خاص جدا بالافراد. والله لو مش محتاج المميزات اللي موجوده في الحساب التجاري من بيبال، فالافضل ان انت تفتح حساب بيرسونال او شخصي على بيبال. وحساب الفردي او الشخصي على بيبال ليه عده خصائص كده، اولها ان هو مناسب للافراد، تاني حاجة الدعم متوفر فقط من النوع البريد الإلكتروني، مفيش دعم عن طريق رقم الهاتف، كمان بيتم فرض رسوم عند تأكيد بطاقة الخصم مباشر أو الحساب البنكي اللي هو اليورو ونص، لما بتيجي تخصمهم دول ما بيرجعوش لحسابك مرة تانية. كمان المشتري اللي بيدفع لك فلوس على حسابك في بيبال ممكن يشوف بياناتك الشخصية زي اسمك اللي انت أنشأت بيه حسابك على بيبال. كده احنا عرفنا جميع مميزات وخصائص وعيوب الحساب الفردي في بيبال والحساب التجاري في بيبال. تقدر بقى تقعد مع نفسك كده وتشوف انت محتاج ايه، وزي ما قلنا لو انت مش محتاج المميزات اللي موجودة في الحساب التجاري او البيزنس في بيبال، فالافضل ليك ان انت تنشئ حساب فردي على بيبال. وبرضو لو حبيت تاخد المميزات ديت، فانت ممكن برضو ترقي حسابك من فردي الى بيزنس او تجاري في اي وقت في اقل من 3 خطوات. ولو حابين نشرح ازاي تحول حسابك من فردي الى بيزنس او تجاري، ممكن تسيبولنا في تعليق وان شاء الله نشرح لكم فيديو قصير كده نشرح ازاي تحول حسابك الفردي في بيبال الى حساب تجاري او بيزنس في بيبال. ولو حابين تعرفوا اكتر عن البنوك الالكترونية وبالاخص بنك بيبال والشرح خطوة بخطوة للمبتدئين، ممكن تدخل على قوائم التشغيل الخاصة بالقناة وتختار هنا انشاء حساب بيبال مفعل وتعمل عرض قائمة التشغيل. هتلاقي شرح هنا مفصل وخطوة بخطوة فعليا للمبتدئين، من اول التعريف ببنك بيبال وازاي تنشئ حساب على بيبال باللغة العربية وباللغة الانجليزية، وبعد كده حل مشكلة انشاء حساب على بيبال للاشخاص الاقل من 18 سنة وتفعيل بيبال وافضل الفيز لتفعيل البيبال في مصر وجميع الدول العربية، وكل المشاكل اللي ممكن تقابلكم في انشاء حساب بيبال هتلاقيها مشروحة في قائمة التشغيل دي. بكده نكون عرفنا كل التفاصيل والفرق والمميزات بين الحساب الفردي والحساب التجاري في بيبال. ياريت تكونوا استفدتوا ولو معلومة واحدة، وعلشان كده لو استفدت ياريت ما تبخلش علينا باللايك والشير علشان غيرك يستفيد. ولو كنت أول مرة تشرفنا على القناة، اوعى تبخل علينا باشتراكك في القناة وتفعيل زر الجرس، لأن اشتراكك في القناة يعتبر أكبر دعم لينا. وطبعا في انتظار أراءكم وتعليقاتكم تحت الفيديو عشان نرد عليكم في أسرع وقت ممكن. انتظرونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.